بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات اللي هو عمل معاهدة السلام أو سميها باسمها الحقيقي هي معاهدة الاستسلام، وعملها مع الكيان الصهيوني أو بالأحرى قل عملها مع الأمريكان، لأن هم السند الأول والذراع الأقوى للصهاينة في المنطقة وهم اللي بيحموهم. خلاصة الموضوع يا سيدي، تقدر تعتبر أن أنور السادات دوت واحد من أهم ركائز الأمريكان في المنطقة، وتقدر تعتبره أن هو كان دعامة كبيرة جدا للصهاينة، باختصار اللي بيعتبره من العرب خائن معه ألف حق. لكن أنا عايز أبين لك إيه هي وجهة نظر أنور السادات وكيف كان يفكر، عشان انت ذهنك يتوسع. وانور السادات كان عايز يعمل ايه، وليه الصهاينة هم اعطوا معلومات للجماعة الاسلامية، بل ان هم سهلوا الطريق كمان لهم عشان يغتالوا انور السادات. اما عن موضوع خيانة انور السادات فدي محدش يقدر ينكرها، لان جيهان السادات مراته اعترفت مع احمد منصور، وزي ما قلت لكم في فيديو اعتقد من فترة ان هي اعترفت ان انور السادات كان بيتواصل مع الامريكان، وهو كان الكلام ده سنة 65، يعني كان الرئيس في الوقت دوت هو جمال عبد الناصر. مش معنى كده ان جمال عبد الناصر كان رجل مخلص، هذا الكلام لا يعني ذلك، هو في الحقيقة خائن وبيخون خائن، دي خلاصة المسألة. فالخلاصة الاعتراف سيد الأدلة، وبعدين غير الاعتراف بقى الواقع العملي وعمل معاهدة السلام، وهي في الحقيقة معاهدة استسلام وليست معاهدة سلام. طب ايه اللي خلى انور السادات عمل الموضوع ده؟ الاغراءات يا ابو الشباب، الاغراءات، وهم اللي اغروا حسني مبارك، وهم اللي ضغطوا على جمال عبد الناصر. ما هو جمال عبد الناصر اصلا كان ولاؤه امريكي، لان هم ما شالوا الملك كان جمال عبد الناصر في البداية ولاؤه امريكي، وبعدين من كتر الضغط عليه من الامريكان غير ولاؤه للروس، وفضل مع الروس فترة طويلة، وبعد كده الامريكان بدأوا ان هم يحفروا خلفه، وحفروا له قبره بيد انور السادات، او بالاحرى هم سموه، لكن هم مكنوا انور السادات من بعديه من الحكم عشان يكون الراجل بتاعهم في المنطقة. خليني انقل لك وجهة نظر انور السادات اصلا في الموضوع. انور السادات لما اعتلى حكم مصر، وطبعا عنده تقارير مخابراتية وعنده معلومات من هنا ومن هناك، وطبعا المخابرات الامريكية كشفت له حاجات كتير كمان عشان تستفزه وعشان تغيظه وعشان ترفع مشاعر العداء عنده ضد العرب. فلقى اولاد سعود بيخونوا، لقى اولاد صباح ما همش احسن منه، لقى في تفاهمات بين العراق وبين الامريكان، لقى القذافي مع الروس، لقى التانيين اخواننا في المغرب العربي، لا اقصد اهلنا في المغرب العربي، اقصد حكومات المغرب العربي تدور في الفلك الفرنسي. فلقى الدنيا خربانة، بمعنى كلمة الدنيا خربانة. فقال لك يعني من وجهة نظره هو، انا مش مؤيده فيها، فقال لك اشمعنى انا اللي هكون يعني شريف في وسط العالم ديت، انا اللي يهمني الوقت بلدي، واللي يهمني الوقت شعبي، واللي يهمني الوقت ملكي، يعني ملكه هو، خد بالك، يعني هو يهمه الشعب ويهمه البلد، مش من باب ان هو بيحبهم، لا، من باب ان هم دول هيكونوا العضد والسند بتاعه وهم الدعائم الرئيسية لملكه. كان فاهم الموضوع ده انور السادات، كان فاهم ان هو ما يفرطش في الجيش، لانه لو فرط في الجيش الامريكان هيصهينوا الجيش، وعشان كده هم الصهاينة حبوا يخلصوا منه. خليك معايا احكي لك القصة من الاول. فخلاصة الموضوع، انور السادات في وسط الموضوع دوت قال لك انا الوقت ايه اللي انا واخده من العرب ده، حتى ما بيدونيش تكلفة المعارك، وانا ماليش اي علاقة بالعالم ديت، وامريكا عرضت عليه مساعدات قوية جدا لمصر، بالاضافة الى فتح قناة السويس وعمل دخل لمصر، وبعد كده كمان عمل النهضة الصناعية، وده كان تركيز انور السادات على النهضة الصناعية. كيف كان ينظر انور السادات الى النهضة الصناعية؟ باختصار انور السادات كان عايز يعمل مصر كده زي اليابان او زي سنغافورة او زي كوريا الجنوبية، يعني هو بيقول للامريكان انا هخون العرب لكن انا عايز تمن كويس جدا للخيانة. ايه التفاصيل بتاع الموضوع دوت؟ هقول لك عليها بعد ما تعمل لنا اعجاب بالفيديو، والاخوة الجدد يشتركوا في القناة،
والإخوة جميعا يفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، ودعم الفيديو بمشاهدة الفيديو من الألف إلى الياء، وجزاكم الله خيرا. خلينا أقول لك مفاهيم أنور السادات. الأول، أول مفهوم خاطئ عند أنور السادات وعند الشلة بتاعته كلها، إن هم كانوا بيظنوا إن إسرائيل دولة عقائدية، وإن أوروبا ديت عايزة تخلص من المشاكل الاجتماعية اللي جواها، وإن أوروبا مش عايزة تعمل عمليات إبادة ومش عايزة المشاكل دي، فهي أحسن حاجة تجيب الصهاينة دول وتقعدهم في الأراضي المقدسة اللي هم بيعتقدوا إن هي مقدسة حتى لو مش بتاعتهم، بس هو اللي معاه القوة بيفرض الواقع ويحميه. ده من وجهة نظر أنور السادات. فأنور السادات قال لك خلاص إحنا نقتسم معهم الأراضي، خاصة إن هو بيبيع في أرض غيره، يعني كأنها أرض أبوه ولا كده. الخلاصة بيتاجر في القضية الفلسطينية، وقال لك كمان عشان يعني يعمل شوية تجميل، قال لك لازم نحفظ للفلسطينيين كمان دولتهم وكده، وبدأوا يتفهموا على هذه الأسس. طيب أنور السادات كان متخيل إيه؟ ما كانش متخيل إن إسرائيل هتيجي دولة تحارب ودولة تتوسع، ما كانش عنده هذا الأفق لا هو ولا المستشارين بتوعه. أنور السادات كان كل تركيزه إن أوروبا عايزة تخلص من شوية المتدينين المتطرفين وتجيبهم في الحتة دي وتعمل لهم دولة وتخلص من المشاكل الاجتماعية اللي عندها، هكذا كان يتصور الموضوع. لذلك هو قال لك طيب خلاص أنا موافق على الحكاية دي، وزيادة على كده كمان هوصل لكم مية النيل هناك ونعيش في سلام ومش عارف ايه، لكن انا عايز كمان مقابل كبير. ايه هو المقابل الكبير اللي كان بيحلم بيه انور السادات؟ الانفتاح الاقتصادي اللي الناس شافته ما شافتش منه الا صناعة الحاجات التافهة اللي هي الشوكولاتة واللبن والمش عارف ايه، يعني كلها صناعات تافهة، لانه الامريكان كانوا عمالين يكسبوا الوقت مع انور السادات، لانه كان عمال يضغط عشان كان عايز صناعة قوية في البلد، وكان يرى ان هو بيقدم للامريكان خدمات اكتر من اليابان 100,000 مرة، وبيقدم لهم خدمات اكتر من كوريا الجنوبية 100,000 مرة، وبيقدم لهم خدمات اكتر من سنغافورة وتايوان وهونغ كونغ والعالم دي كلها. طب ليه تبخلوا علينا بان احنا يكون عندنا صناعة زيهم؟ ده احنا المفروض يكون عندنا صناعة كمان اكتر منهم بكتير، لان احنا بنديكم خدمات اكتر منها بكتير. الامريكان مدوش لانور السادات غير المنحة المتفق عليها، وفتحوا له قناة السويس، وادوا له شوية مصانع بتاع حلويات وتشويبس وكوكاكولا وامور زي كده، امور كلها تافهة، لكن هو كان عايز صناعات تقيلة، يعني كان عايز صناعة سيارات وكان عايز صناعة عسكرية، لان انور السادات كان مركز جامد كمان على العسكرية، لانه كان لا يثق في احد. هو اتهان كتير وهرب كتير واتخان كتير، فاصبح لا يثق في احد، لذلك هو كان يرفض تماما خروج الجيش المصري ان هو يروح لامريكا بموضوع التدريب. حصلت شوية في اول عهده، وبعدين جم ضباط حكوله قالوا له ده بيحصل معانا برا، ان هم بيسومونا وبيحاولوا وبيورطونا في جرائم وكده، لان هو كمان عامل شغل مخابرات، ما كانش عبيط يعني انور السادات. فانور السادات لما اكتشف الموضوع ده بقى رافض موضوع ان هو الجيش المصري او ضباط الجيش المصري يطلعوا برا بحجج التدريب والامور دي، وبالتالي خطة الامريكان في صهيانة الجيش المصري وتحويله الى جيش صهيوني فشلت. كان بيرفض كمان ان هم يعينوا القادة او يختاروا القادة، يعني كان عامل لهم ورم في دماغهم من هذا الاتجاه، ليس لانه شريف وليس لانه هو بيحب مصر وليس لانه كده، لا، عشان مصلحته الشخصية وعشان امنه الشخصي. هو عارف ان هو لا شيء الا بالجيش، وعارف ان الجيش ده لو اتآمر عليه ان هو هيطرده بره، وعارف ان الصهاينة لو قدروا يتواصلوا مع الجيش هيكونوا خلايا ضده، وبعدين هيتآمروا عليه وبعدين يطردوه بره. فهو قطع دابر هذا الموضوع، رغم ان هو اكتشف على فكرة ان حسني مبارك بيتآمر عليه، وعزل حسني مبارك، وبعدين تحت الضغوط الامريكية اضطر ان هو يرجع حسني مبارك لحد ما يتقرب به الى الله، يعني لحد ما يشوف له يعني يشوفه وكده. لكن الامريكان طبعا اذكياء وعارفين ان هو يفكر بالطريقة دي، فهم لحقوا تخلصوا من انور السادات. خليني اقول لك القصة
القصة يا سيدي ان هم في التخلص من انور السادات بسبب اطماعه وجشعه من وجهة نظر الصهاينة، هم ما بينظروش ان هو طرد لهم الروس من المنطقة، يعني بيركبهم على العالم، فاهم ازاي؟ ما هم ما بينظروش لهذه المسألة، ما بينظروش لشيء كبير جدا ان هم خدوه، ان هم لازم يدفعوا له مقابل او على الاقل نص مقابل او ربع مقابل او كده، لا هم عايزين ياخدوا كل حاجة بالنهب والابتزاز، حتى لو من عدو، حتى لو من حليف، حتى ادم يقدر ياخدوها بالنهب والابتزاز ما بيتأخروش عن هذا الامر بصرف النظر مين هو اللي قدامهم. الخلاصة جم عملوا لأنور السادات ثورة 1977 وفشلت. ايه اللي خلاها فشلت؟ ان أنور السادات كان مسيطر بقوة على الجيش والشرطة والمخابرات وغيره. خد بالك بقى بعكس الثورة اللي على مبارك نجحت، ليه؟ لان الجيش المصري سندها. طب الجيش المصري اللي ساند الثورة المصرية ضد مبارك هو نفسه الجيش المصري اللي ذبح المتظاهرين في ربعة، وهو الجيش المصري نفسه اللي ساند السيسي في الانقلاب، ايه الحكاية؟ ايه الفرق؟ مش ده كان جيش مصري ايام السادات وده جيش مصري ايام السيسي؟ نعم، لكن الجيش المصري ايام السادات كان عصابة اجرام بس بتوالي انور السادات وبتظبط، كانوا يعني حقيقة بيظبطوا في البلد غير دول، يعني كان شرهم اقل من دول بكتير، وكان في ناس يعني فيهم شوية يعني او فيهم رائحة وطنية او فيهم رائحة خير او كده. لكن الجيش بتاع السيسي بعد ما حسني مبارك قعد 30 سنة في الحكم، وده السر في ان حسني مبارك الصهاينة تركوه 30 سنة في الحكم، ليه؟ لانه كان بيديهم المجال ويفتح لهم المجال كله ان هم يصهينوا في الجيش، هم اللي بيعينوا القادة وهم اللي بيعزلوا اللي عايزين يعزلوه، واللي شايفين ان هو خطر عليهم كانوا بيدي اوامر لحسني مبارك انه يعمل له معاش مبكر او يطلعه، وكانوا في المصريين بيسموه بيلبسوه الجلبية وكده. فخلاصة الموضوع يا جماعة ان انور السادات كان صاحي وبعد كده كان عايز مقابل الخيانة، مقابل كبير، لان انا بركبك على العالم ما تستخسرش فيا ان انا اكون زي سنغافورة او ان انا اكون زي اليابان. ده تفكير انور السادات سطحي للغاية واهبل للغاية، لان هو كان متهيأله ان الدنيا بعد كده هيحصل سلام والدنيا هتسكت والمعارك هتتحل وهيخش التاريخ. هو مش عارف ان المخطط الصهيوني اصلا ان اسرائيل تستقر وبعدين تبدأ تبتلع الشام دولة بعد التانية، وبعدين يعملوا دولة كردية يسموها دولة كردية، في الحقيقة هي مش هتبقى كردية. ما انا مش هقولك ان الدولة الكردية هتبقى خائنة، انا اقولك 23 دولة عربية في الوقت ده كلهم عملاء عند الصهاينة وكلهم بيسمعوا كلام الصهاينة بضرب الجزمة في هذا الوقت. والدولة الكردية كانت هتمشي على نفس الطريقة، يعني اخواننا الاكراد بيظنوا ان الدولة الكردية ديت هيكون فيها الرخاء والسعادة، وطبعا ده الظاهر والمعلن، لكن في الحقيقة كانت هتبقى دولة خدمية وظيفية زيها زي اي دولة عربية، وكانوا هيستغلوا الاحقاد الطائفية ديت اللي هي بين العرب والاكراد عشان الاكراد يدبحوا في العرب بمعونة الامريكان وكده. يعني ما كانوش هيعطوكم دولة يا اخواني، وانتوا شوفوا دول العرب لو خدمت العرب يبقى الدولة بتاعتكم كانت هتخدمكم. خليني ارجع لموضوعي. فانور السادات ما كانش منتبه لهذه الالعيب ولا لهذا المكر، لا من فوق ولا من تحت ولا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي هو كان متهيأله ان هي المشكلة ان هو حتة ارض هيتنازل عنها في فلسطين، طبعا لا ارضه ولا ارض ابوه ولا في مسلم يقدر يتنازل اصلا عن حاجة زي كده، لكن هو بالنسبة له يعني الدين ده قشور، مش زي ما يغركش ان هو كان بيروح يصلي الجمعة ويجيبوه هناك وبيصلي الجمعة والكلام ده، هو كان بيصلي وكان بيحشش في نفس الوقت، يعني بيصلي بالليل، بيصلي الصبح وبيحشش بالليل وكده. فخلاصة الأمر أنور السادات ما كانش عنده إدراك بالنوايا الحقيقية لمين؟ للصهاينة. وكان متهيأله أن هو في أي وقت يقدر يستدعي الروس مرة تانية. هتستدعيهم إزاي يا مغفل؟ ما أنت خلاص طردتهم وراحوا اتحبسوا في البحر الأسود، وعشان يرجعوا لك دي قصة حزينة تانية، ولازم يبدأوا أن هم يرجعوا لك يا إما من ناحية إيران لمية الخليج وبعدين يخشوا من باب المندب، لأن مستحيل أن هم يجوا لك من البسفور أو من الدردنيل، لأنهم تحت حكم الجيش التركي اللي هو في الوقت دوت كان معظمه نصيري، كان معظمه موالي أو كله موالي للأمريكان، يعني كان جيش صهيو أمريكي في الحقيقة. فهيقولك ازاي؟ والكلام ده انا بكلمك على ايه؟
بكلمك على 76 77 يعني كان لسه الخميني يدوب بيعمل الثورة بتاعته ولسه يدوب ممكن يكون وصل او لسه ما وصلش لإيران ولسه ما تمردش على الصهاينة الغرب عشان يروح في صف الصهاينة السوفييت مثلا او كده، كان الموضوع ده كله لسه ما حصلش. فهو طبعا ما عندوش ادراك ان دول هيروحوا وهيتحبسوا ومش هيقدر يستدعيهم مرة تانية وهيكون في صعوبة وكذا الخ الخ. خلاصة الامر يا ابو الشباب ان انور السادات دفع تمن كل الجهل بتاعه ده. لو عنده واحد بيفكر في الموضوع كان قال له العب بالصهاينة والعب بالروس في نفس الوقت واعمل بينهم مزاد اللي يديك مزايدات اكتر هو اللي انت تمشي معاه، وكان يقدر يعمل زي اردوغان ما بيعمل الوقتي. يعني اللي اردوغان بيعمل الوقتي كان ممكن صدام حسين يعمله وكان ممكن انور السادات يعمله قبليه، لكن لا ده عنده خبرة ولا ده عنده خبرة، بينما اردوغان عنده الخبرات اللي اكتسبها من الاستاذ الكبير اربكان الله يرحمه وتجاوز عنه. فاردوغان كان وهو بيتعامل بعقلية سياسية كان بيتعامل بعقلية سياسية كبيرة وخبرات كبيرة اكبر من عمره بكتير، وده فائدة نقل الخبرات بين الاجيال. بوصيكم يا جماعة بنشر القناة ودعوة الاصدقاء للمشاركة في القناة، معلش استحملوا الحاحي لان كل مرة الفيديو بيوصل لناس جديدة فمش بالضرورة ان هم يكونوا شافوا الفيديوهات القديمة. القناة بتتحارب يا جماعة، وانا طبعا يعني استعين بالله اولا واخيرا واسأله ان هو يسخركم في نشر القناة. انتوا عارفين يا جماعة نشر القناة بالتمويل يعني بالاعلان الممول تتكلف قد ايه؟ كل مشترك يجي لك يكلفك حوالي بين 25 سنت امريكي الى 40 سنت امريكي. يعني لما تحب انك انت مثلا توصل الى مليون مشترك بالاعلانات الممولة تأكد انك انت هتدفع مبلغ يفوق ال 300 ألف دولار. فانت لو جبت لنا 100 مشترك كأنك اعطتنا 30 دولار بالضبط، فجزاك الله خيرا. اسعى لنشر القناة واجرك على الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.